طيب معنا الآن في هذه اللحظات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. طويل العمر السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يقال المهندس الزراعي. المهندس نعم نعم طويل العمر عاد لا يفتى ومالك في المدينة في الزراعة. حتى أفتيك في 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 موضوع الزراعة النباتات. نباتات نعم طويل العمر. ومن يعاشر هذه النبات يرى العجب والعجاب. سبحان الله. أمور عجيبة يعني من هذا النبات. سبحان الله. ومن أبسط الأشياء أن النبات الشجرة إذا ارتفعت ووجدت أن من أعلى منها سقف أو أي شيء حائل تلف عنه. سبحان الله. وتلاقيها تلف يقع حتى النخلة بهذا جذعها المستقيم. صحيح. تلف. صحيح سبحان حتى الله. حتى أنت تلاحظ ببعض المزارع أن لما تزدحم النخيل في الداخل تلاقي النخلة ملتوي جذعها. صحيح يعني صحيح. تلاقي الجذع مايل. هذا عجيب يعني. سبحان من عجائب النبات. الحاجة الثانية مسألة بسيطة، إذا واحد يربي اللبلاب واللبلاب له خيط يتعلق به متسلق هذا طويل العمر للتسلق. نعم. إذا وضعت له مسمار أملس لا يلف عليه. سبحان الله. إذا وضعت المسمار مصدي يلف عليه. سبحان الله. أو ضربت عود خشب يلف عليه. لماذا؟ لأن يقول أنا لو لفيت على هذا الأملس وطلعت والثقل جاء عليه حينسرق. سبحان الله. نعم. ما بيتحمل بالفعل. بالفعل صحيح. يفكر هو. سبحان الله سبحان الله. يفكر في هذه في هذا الأمر. ونحن نقول له يرى يعني نحن نقول له يرى سبحان نعم. الله كيف؟ أقول طويل العمر إحنا نقول الأشياء سبحان الله كيف تفكر بالتفكير هذا يعني؟ العجب الأكبر من هذا كله عندك هذا الطرثوث اللي في الصحراء. نعم الطرثوث نعم. هذا تشوفه له قصة غريبة وأنا أحب يعني أرويها يعني. تفضل طويل العمر. هذا إذا اكتمل إحنا بنتكلم عن لما يكتمل. نعم. ويبقى في طرفه في بذور. صحيح. هذه البذور لها نوع من الأوراق هذه البودية والحبة في الداخل فيها يعني. نعم. فهذه عشان تتدحرج لأن هذه الحبة الصغيرة لو وقعت في الرمل ما تستطيع تنتقل من مكان إلى مكان. وهذه الورقة البنية لافة عليها بحيث تعملها تتدحرج عليها. سبحان الله. ياخذها الهواء وياها. يدحرجها الهواء. سبحان الله. فهي تنثرهم هذيلا والهواء يشيلهم. سبحان الله. وشوف وين ياخذهم في الدنيا في هذه الصحاري في والله. اي مكان. اي والله سبحان الله. وهي تجي في الوديان في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الهور نسميه احنا. نعم صحيح. صحيح. او تحت كثيب ولا كذا وتلبد هناك. سبحان الله. الآن هنا تبدأ القصة. هذه النبتة هذه البذرة الآن هي موجودة يا أما اندفنت شوية بالرياح طبعا الرياح تنجح تدفنها يعني. فإذا جاء موسم المطر والموسم الإنبات هل تنبت؟ لا. هي تشم ريحة الرمث. نعم. فإذا ما كان بقربها رائحة الرمث فما تنبت. سبحان الله. تحفظ نفسها للسنة اللي بعدها. يا الله. بيجي الهواء بيشلها وبيدحرجها وتقول الأمل أن يوصلني عند الرمث فيها رائحة الرمث. سبحان الله. من أجل تحتميله. إذا وصلت إلى رائحة الرمث هي تقيس هي. تقيس المسافة منها إلى عرج الرمث. ومن يحدد هذا؟ تحدد الشجرة هي لما نبتت. هي شجرة الرمث وين يعني؟ هل أجت على ناحية عروقها ولا راحت للتحت؟ هي تحدد هذه النبتة تحدد المسافة. ليش؟ لأن تريد توصل إلى هناك تعبر هذه الأرض كلها تخترقها. نعم. وتخترقها بطريقة أنا بوصفها يعني من أنا أقول أن هذا من 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 عجائب النباتات. نباتات. فبالماء تنبت
لكن لا تنبت البذرة، لا ينبت جزء نباتي اللي هو من الوريقة هذه البنية اللي هي لافة على الحبة. سبحان الله. وتخرج خيط رفيع تخترق فيه وفي رأسه مثل رأس الدفرة تحفر به الأرض. سبحان الله. وهي تمشي وهي تحفر تحت الأرض وتعمل مادة حواليها لزجة عشان تخترق. سبحان الله. إلى أن توصل إلى جذع الرمث. جذر الرمث. الرمث نعم. الآن هي وصلت والبذرة معاها الآن. سبحان. هاي كل البذرة داخل الحين. هاي داخل. سبحان الله. طيب شو تعمل هي هنا؟ تجيب مادة مثل مية النار هذه الحامض. نعم. من وين تجيبها؟ وتقوم تذوب الجلد مال الرمث، الجلد اللي هو اللحى الجذر. أيوة نعم نعم. عشان تربط في الخشب. سبحان الله سبحان الله. أنت شوف الجذر الرمث اللي هو العرج يعني. شوف سمكة كم هي تذوب هذا وتربط فيه. يا الله يا الله. وهنا تحط البذرة في هذا المكان وتشرب من الجذر. جذر الرمثة. تطلع مرة ثانية تنبت مرة ثانية إلى أن تطلع على السطح. سبحان الله. هاي من علمها هذه؟ يا الله يا الله. هذه حبة وهي في مهب الريح رايحة كانت تدحرج من كم يوم. سبحان الله. يا هكذا يعني، وأنا يعني من هذا نحن لازم نأخذ العبر. سبحان الله. ونأخذ التصور وأن الناس هذه اللي يقرؤون القرآن يجب أن لا يمرون على هذه الآيات مر الكرام. أي أيوة والله صدقت. فأنا والله مرات أقف في الآية حوالي ساعة متجمد أمام هذه الصورة. يا الله يا الله. يعني الصور في القرآن يعني تحتاج تدبر. تخلي الإنسان يعني يقف يعني حائر أمام. وبعدين أنك أنت تعرف، لابد أنك تعرف علم الحياة، وعلم الحياة غزير من ناحية الأقمار الصناعية ومن ناحية الكذا ومن ناحية كذا. والله كل قطرة في محيط من 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 من, من, من العلم الإلهي، من علم الله سبحانه، لا يساوي شيء. ولذلك يعني تلاحظ أنت هذا العصفور الصغير الجالس على الشجرة وأنت تتظلل تحت هذه الشجرة يطير هذا العصفور ويجي أمامك. نعم. ينزل في الأرض ويشيل شيء ويطلع. شو اللي شاله هذا؟ هي حبة بذرة هناك. نعم. هو هناك من فوق الشجرة يشوفها. شافها. أنت بهذا العيون الكبار. أي والله. ما تشوفها هذه. أي والله. وهذا بعيون العصفور هذه الصغيرة هو يشوف هذه البذرة ويشوفها من بين هذه الرمال كلها. سبحان الله. ألا يكفي هذا أن نحن أي والله. يعني أي والله. يعني نسجد لله. أي والله. فأنا أدعو أن كل الأبناء هذا الجيل الجديد يعني أن يرجع إلى القرآن، يرجع إلى الالتزام بما جاء في القرآن ومن السنة. هذه كلها يعني تصلح النفس. النفس تعرف أنت هذه النفس أمارة بالسوء، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل الرسل و بكل الوسائل كلها لتصلح هذا الإنسان. الآن نحن وصلنا إلى آخر المطاف من الرسل وديننا المكمل وقد اكتمل. الآن لا تنتظر شيء يأتيك، لا، أنت ابدأ بنفسك، اجتهد. نعم. عندك وما بين أيديك، عندك قرآنك، عندك إيمانك، عندك. وأنا أدعو هاي إلى الشباب، ونحن مقبلين على شهر فضيل أن نحييه بالذكرى الطيبة بالقرآن
بالسجود والركوع. هذا الشهر فضيل إن شاء الله، يعني نتمنى لأولادنا وشبابنا وبناتنا كلهم إن شاء الله في هذا الشهر يحيوا الحياة الصحيحة. جزاك الله خير يا طويل العمر. ولا تغريهم هذه الأشياء. أنا يقولوا لي الحين تعال يا شيخ شوف المسلسلات شو سوونا وهذا كذا وهذا، أنا أقول أرفع يدي لله أقول اللهم اهدي الجميع. اللهم آمين اللهم آمين. وأن رمضان ليس ملهى، رمضان ليس ملهى، ليس نضيعه. رمضان لا نضيعه بالنوم، لا نضيعه بالأكل، لا نضيعه بالخزعبلات. الآن أمامنا فرصة أن نحن نرجع، والكل المفروض يرجع، حتى الكبير الآن، أنا أتكلم مع الصغير، حتى الكبير المفروض يرجع إلى الله وينظر إلى ما أصابنا نحن، ما أصابنا من مصائب. يعني تفتكر هذه المصائب يعني مشت، هذه يعني ابتلاء من رب العالمين، ويريدنا نحن أن نرجع وما يعاقبنا، الله سبحانه وتعالى يحبنا، لكن يريد ينبهنا. فكيف ينبه الإنسان؟ أنت الإنسان هذا اللي نايم تزقر عليه وما يجاوبه، على الأقل أنت تخبطه على كتفه، صح ولا لا؟ نعم صحيح طويل العمر. وتشد من يديه ولا لا؟ صحيح نعم طويل. يعني تصور رب العالمين يعاملك هذه المعاملة، ينبهك ينبهك. فنحن نتمنى إن شاء الله الكل ينتبه. جزاك الله خير يا طويل العمر، جزاك الله خير. ما باقي أمامنا غيركم من يوم ندخل هذا الشهر الفضيل، يعاهدني كل محب لي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. كل محب لي أن يعاهدني. جزاك الله خير. أن يبدأ هذا الشهر بالطريقة الصحيحة، ويرجع إلى الله. نحن كلنا يعني نحب بعضنا في الله قبل كل شيء. يقول إحنا نحب الشيخ سلطان، لا، كل أحب الشيخ سلطان في محبة الله. في الله، جزاك الله خير. محبة خاصة ما تنفع هذه. كل أنا أحب فلان في محبة الله. إذا كان هذا مطيعا لله حبه، وإذا أخطأ لا تحبه. وكل واحد يوطط نفسه. جزاك الله خير يا طويل، جزاك الله خير يا طويل، مشكور مشكور يا طويل العمر، جزاك الله خير. والله يعني بدأنا البرنامج بمطالبات الأخوة بسماع صوتك، وسمعنا أجمل صوت، وجزاك الله خير، أجمل نصيحة يا طويل العمر، جزاك الله خير يا طويل العمر، جزاك الله خير. معكم إن شاء الله في رمضان بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، الله يردك بالسلامة يا طويل العمر. مشكور، الله يطول، مشكور مشكور يا طويل العمر، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذا جميعنا إخواني أخواتي، نعاهد الشيخ سلطان بأن نبدأ صفحة جديدة في رمضان. والله ما أجملها من عبارات، وما أجملها من نصيحة.